ليك يا كابتن هيثم السعيد بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز جديد ومميز كالعاده لفريق النادي الاهلي، اكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق كالعاده الكابتن محمد مصلحي، كل النجوم ان شاء الله وتكون البطوله من نصيب النادي الاهلي عقب انتهاء المباراه. معايا ثلاثه من نجومنا طبعا، احمد سعيد، احمد قطب، كابتن عبد اللطيف طبعا عثمان. برحب طبعا باحمد سعيد في البدايه ومبروك النهارده كابتن احمد، عندكم اصرار كبير رغم الغيابات رغم الاصابتين اللي كمان اثروا علينا بشكل كبير شويه، لكن قادرين ان شاء الله ان احنا نحقق البطوله. بتشوف النهارده الجيم ازاي وصعودنا لادوار النهائي شايفها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يعني الف مبروك، وطبعا بعد الفوز ده للجمهور، وان شاء الله احنا عندنا اصرار للبطوله ان شاء الله مش تطلع من ارضنا، واحنا من اول بدايه البطوله هي كل الماتشات كلها واحد عندنا، ما فيش استرخاء اي حاجه، بس الحمد لله يعني ان شاء الله البطوله مش هتطلع من النادي الاهلي. لو بسال احمد قطب بقول له التعليمات اللي بيوجهها كابتن ميدو الادوار القادمه، انا عارف ان خلاص البطوله دخلت في الجد وان شاء الله تكون من نصيبنا، مركزين ازاي؟ وكابتن ميدو بيتكلم معاكم ازاي يا كابتن؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك في قبل كده ان احنا قبل كل ماتش لازم بنعمل محاضرات على الفرق اللي احنا هنلاعبها، وده كان اول ماتش النهارده في دور اللي هو دور الثمانيه، ده طبعا اول ماتش جامد، فالحمد لله ان هو طلع على كده. طبعا خسرنا شوط بس لا، احنا كان عندنا اصرار ان احنا نكسب الماتش، لان احنا ما عندناش تهاون في اي ماتش حتى يعني حتى من اللي جايين بعد كده، عشان ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله. متوقع يا كابتن عبد اللطيف بشكل كبير ان احنا نقابل الجيش، ثقافه النادي الاهلي هي المكسب والمركز الاول بغض النظر عن المنافس مهما كان الامور اللي ماشيه ازاي، بتشوف الامر ده ازاي وتتفق معايا في الكلام ده ولا لا؟ والله طبعا يمكن الجيش هو المرشح الاول، نبقى بين ان شاء الله نبقى مع بعض، بس لسه عندنا بكره ماتش ان شاء الله قبل النهائي نعديه، وان شاء الله نفكر في يبقى عندنا يوم راحه وهنقدر نفكر في الماتش النهائي بشكل كويس. بتشوف وصلنا للادوار النهائيه وان شاء الله يبقى اللقب من نصيبنا، حاملين اللقب ده بيصعب الامور شويه علينا كابتن عبد اللطيف، ولا ازاي قادرين نتعامل مع هذا الامر؟ لا طبعا مفيش بطوله سهله، انت لازم تاخد البطولات واحده واحده، الفرق اللي معاك كلها دخلت جوه البطوله وعملت اللي عليها يعني. كابتن احمد قطب رسالتك ايه لكل زمايلك لكل اللعيبه؟ حابب تقول لهم ايه المرحله اللي جايه ان شاء الله مرحله مهمه، حابب تقول لزمايلك ايه كله؟ انا بقول لزمايلي ان هم فعلا رجاله، كل ال 14 لعيب اللي موجودين معانا كلهم رجاله، وان شاء الله كلنا في ايد بعض وفي ايد واحده ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله، وان شاء الله نوعد الجمهور بالبطوله باذن الله. كابتن احمد سعيد رسالتك ايه لجمهور النادي الاهلي رغم قله العدد؟ ليهم تاثير كبير، حابب تقول لكل الجمهور اللي بيحضر بيشارك في المباراه؟ طبعا يعني لازم اشكرهم كتير، هم يعني فعلا بيعملوا اللي عليهم وبيشجعونا من اول بونت لاخر بونت، واحنا ان شاء الله هنطلع رجاله والبطوله ان شاء الله هيكون من نصيبنا باذن الله. بالتوفيق يا كابتن. بالتوفيق. بنشكر اكيد كل نجوم فريق النادي الاهلي طبعا على هذه التصريحات، واكيد زي ما بنقول يا كابتن هيثم ان شاء الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. هينضم لي كمان المدرب طبعا الكابتن محمود جمعه، وايضا كمان الكابتن احمد عبد العال. كابتن محمود طبعا مبروك، زي ما بنقول طبعا في تركيز كبير، ان شاء الله تكون البطوله من نصيبنا، لكن عايز اتكلم في نقطه مهمه ان شاء الله باذن الله، عندنا ماتش بكره سموحه، شايفه ازاي وشايف المباراه اللي جايه ازاي بالنسبه لنا؟ طبعا الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بالمكسب، النهارده يعتبر اجمل ماتش لعبناه. انا من وجهه نظري شايف ان الحمد لله ان الجيم اللي راح دوت انا مش زعلان عليه، بالعكس انا يعني الفرقه بتاعتنا بتجهز، كل ما ندخل في الماتشات الفرقه بتاعتنا بتجهز. بالنسبه لفرقه سموحه طبعا فرقه محترمه، كسبت نادي اهلي بني غازي 3-2 وكسبت النهارده الطيران 3-2، عندهم لعيبه كويسين، مدرب بتاعهم مدرب كويس كابتن طارق الزفتاوي، فان شاء الله رب العالمين النهارده في المحاضره بالليل بكره في المحاضره بالليل ان شاء الله قبل الماتش اللعيبه بتاعتنا ان شاء الله لعبناهم في الدوري وكسبناهم قبل كده، وان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونحاول نكسبهم والبطوله تبقى من نصيبنا باذن الله. كابتن احمد عبد العال وشكر من اللاعبين المميزين جدا وعندهم اصرار كبير جدا رغم الاصابه والاجهاد، لكن تحملوا على نفسهم بشكل كبير وقدروا ان هم يكونوا متواجدين، شايف الاصرار الكبير ده كابتن محمود ازاي مع رجاله النادي الاهلي؟ والله يعني دي مش غريبه على لعيبه النادي الاهلي وعلى احمد عبد العال بالذات، يعني شكري محترف جاي لنا السنه دي من تونس، عارف اللعيبه اللي دايما بتيجي على النادي الاهلي بتاخد روح وطبع النادي الاهلي، شكري بقى زي اللعيبه دي، بس احمد من اللعيبه الرجاله. السنه اللي فاتت نزل كان ليه دور كبير جدا في مكسب بطوله افريقيا اللي كانت في تونس، الراجل ده دايما بيشتغل على نفسه، دايما بيبقى عايز يدوس على نفسه، والله العظيم يبقى تعبان وبيقول للميدو انا ما فيهاش حاجه، وانا بساله بيقول لي انا ما فيهاش اي حاجه، ومن الناس الرجاله جدا جدا في الفرقه، وان شاء الله ان شاء الله يكون سبب برضه ان احنا نكسب بطوله افريقيا السنه دي عندنا في النادي باذن الله. لكن هي دي روح يا احمد النادي الاهلي رغم الاصابات والغيابات اللي بتبقى عندنا، هدفنا هي البطوله مهما كان اللي بيحصل ايه، شايف البطوله بالنسبه لنا وهدفنا في البطوله دي ازاي يا كابتن احمد؟ هو طبعا احنا ما عندناش غير هدف واحد هو المكسب، احنا ما بنفكرش ولا حتى لما نيجي نتكلم اللعيبه مع بعض كلها ان احنا الهدف الوحيد هو المكسب، غير كده كاننا ما جيناش البطوله اساسا. طبعا زياده علينا ان البطوله في ارضنا يعني ما فيش اي حاجه خالص غير المكسب، الحمد لله ربنا يكرمنا دخلنا في البطوله النهارده ماتش كويس،
بكره سموحه ان شاء الله ماتش اجمد. الحمد لله لعبناهم قبل كده مرتين في الدوري كسبناهم، ربنا يكرمنا ان شاء الله واحده واحده على الفاينل باذن الله. بنأكد على طول ان ثقافه النادي الاهلي هي المركز الاول بغض النظر عن المنافس عن الاصابات الامور اللي بتقابلنا، شايف الفتره اللي جايه ازاي والمباراه النهائيه ان شاء الله بنامل ان احنا نكون فيها باذن الله يا كابتن. والله طبعا يعني بكره ان شاء الله ماتش اجمد من النهارده، ماتش هيدخلنا على الفاينل مستريحين ان شاء الله، نبدا نركز من النهارده بالليل او من دلوقتي على ماتش بكره. احنا ما بنفكرش في الفاينل، بنفكر الاول في السيمي فاينل، بعد كده ان شاء الله نفكر في الفاينل. شكرا. رسالتك للجمهور يا كابتن محمود اللي متواجد رغم قله العدد، تقول لهم ايه؟ بنطالبهم ان شاء الله يكونوا متواجدين بشكل كبير خلال المباراه القادمه. والله طبعا يعني النادي الاهلي طول عمره جمهوره دايما واقف وراه، انا طبعا نفسي الصاله دي تكون مليانه زي ما جمهور الاهلي دايما عودنا، نفسي الصاله دايما ترجع تتملي تاني علشان نفرح الجماهير دي، والجماهير دي هي اللي بتدي دافع للعيبه. طبعا احنا طول عمرنا بنقول الجمهور نمره واحد، ان شاء الله رب العالمين يساندونا ويأزرونا في الماتش بتاع بكره. ماتش سموحه مش سهل خالص، ماتش جامد، وان شاء الله نستناهم بكره ونستناهم في الماتش النهائي يوم الخميس عشان نفرحهم زي ما عودناهم دايما، وهم برضو يشاركونا في افراحنا زي ما احنا متعودين منهم دايما ان شاء الله. شكرا لكم. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمود جمعه، الكابتن احمد عبد العال، كل نجوم فريق النادي الاهلي. طبعا مباراه مهمه ومباراه قويه، وان شاء الله باذن الله غدا مباراه النادي الاهلي ونادي سموحه المتاهل طبعا من المباراه الماضيه. بنتمنى كل التوفيق العاده للنادي الاهلي، وان شاء الله البطوله من نصيب النادي الاهلي للحفاظ عليها للموسم الثاني على التوالي. اكيد يا كابتن هيثم زي ما بنقول لحظات ان شاء الله وتنطلق مباراه الجيش والسجون الكيني ان شاء الله. بنتمنى كالعاده طبعا الفرق المصريه نادي طلائع الجيش يكون له الهدف الاسمى والاول طبعا ويصل الى المباراه النهائيه ليكون فريقين مصريين في المباراه النهائيه. عوده ليك يا كابتن هيثم السعيد. الكريم احمد شكرا جزيلا ليك، واضح تركيز. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، زي ما بنقول طبعا فوز رائع ومميز بالنسبه للنادي الاهلي، املنا الكبير وثقتنا الكبيره في الجهاز الفني ان شاء الله بالحصول على هذه البطوله هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. بينضم لنا كمان في هذه اللحظات الكابتن محمد زكريا طبعا المحلل التقني اللي بيقوم بدور كبير جدا طبعا في تجهيز المباريات، قراءه المباريات بشكل عام. عايز اتكلم على مستوى البطوله، اللي شايف البطوله ازاي بشكل عام، الشغل الكبير اللي انت بتقوم بيه كمان يا كابتن محمد، ان انت بتقف على كل صغيره وكبيره بالنسبه لنقاط الضعف والقوه للفرق المنافسه. والله احنا ابتدينا البطوله بخمس فرق، لعبنا اللي هي اربع مجموعات، كل مجموعه ست فرق، كان المستوى متواضع، ما كانش الا في فرقه واحده بس اللي هي السجون الكيني كانت يعني نوعا ما اللي هي هتلعب دلوقتي مع الجيش، وكل الفرق كان مستواها متواضع بالنسبه لنا، فده كان مؤشر مش كويس اللي احنا بعد كده هنلعب فرق قويه، فكنا عايزين نخش في الجو بتاع الايه بتاع المنافسه الحقيقي. النهارده طبعا فرقه كانت كويسه جدا اللي هي جي اس يو دي الكينيه، هي واخدة تاني المجموعة بتاعت الجيش، فرقة فيها فولي، يعني أول مرة نلعب من يعني لعبنا خمس ماتشات فرقة اسمها نيمو اس بوليس وسبار، وكانت هي الوحيدة اللي هي السجون الكيني هي اللي كانت كويسة يعني، فدي فيها فولي، فيها استقبال، فيها ضرب، ضغطنا عليهم في بداية الماتش بالإرسالات في الشوط الأول والثاني، بعد كده ارسالاتنا ضعفت، حتى انا قلت للكابتن ميدو لازم نقوي الارسال، وضيعنا ارسالات كتير، ابتدوا يخش معانا في الشوط، بس الاشواط اللي احنا كسبناها فرق كبير، فده يدل ان احنا الحمد لله، وده مؤشر كويس، او انا اتبسطت اللي احنا لعبنا النهارده قبل ما نلعب بكره سموحه اللي هي فرقه كويسه، يعني كويس ان هي طلعت فرقه كويسه الفرقه بتاعت النهارده يعني. اللعيبه ابتدت بقى تقف على رجليها، وبكره هتخش من بكره بقى ان شاء الله هنخش في جو الايه البطوله عشان نستعد للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بكره عندنا ثقه كبيره ان شاء الله في النادي الاهلي، والمؤشرات بتقول فريق الجيش وفريق السويحلي وفريق النادي الاهلي وفريق سموحه يمكن هم اللي ان شاء الله يكونوا الفتره اللي جايه طبعا في المربع الذهبي، لكن بتشوف وصول فرق مصريه بالمنظر ده وبالعدد ده مع مستوى البطوله ازاي يا كابتن محمد؟ والله هو فرقه سموحه وفرقه الطيران اللي هي خرجت النهارده وفرقه الجيش، دول واخدين اول وثاني وثالث ورابع الدوري السنه اللي فاتت، هم يعتبر من احسن الفرق اللي موجوده، ينضم لهم السويحلي اللي هو بطل ليبيا وكان واخد خامس في البطوله العربيه اللي كانت في تونس لسه من شهرين، هم دول المتوقع ان هم يوصلوا، وان شاء الله هيبقى النهائي اهلي وجيش، بس الجيش طبعا هيبقى ماتش قوي بينه وبين السويحلي، هيبقى ماتش في الملعب يعني الفريقين فيهم فولي، الفريقين فيهم نجوم، وان شاء الله النهائي يبقى ان شاء الله هيبقى مصري خالص بين الاهلي والجيش، وان شاء الله الاهلي هياخد البطوله ان شاء الله باذن الله. اكد على حضور الجمهور، بنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى بالمنظر اللي احنا يعني متفائلين بيه، والصاله تكتمل يا كابتن محمد باذن الله. يا ريت اللعيب الجمهور ده هو اللعيب الاول، يعني لما اللعيب يشوف الجمهور وهتافه بيلعب والحماس بيزيد بالذات جمهور النادي الاهلي يعني، ف يعني يا ريت الجماهير تيجي، يا ريت الجماهير النهارده كان جمهور كويس،
واللعيبه عليت مع الهتاف بتاعهم، وانا بنشدهم ان هم يتواجدوا ان شاء الله بكره وفي النهايه يوم الخميس ان شاء الله. حبيبي تسلم لي، ربنا يخليك، شكرا لك. كل الشكر والتقدير من جديد للكابتن محمد زكريا طبعا المحلل التقني لفريق النادي الاهلي على هذه التصريحات. بنتمنى كالعاده كابتن هيثم طبعا ان شاء الله مباراه الغد الاهلي واسمحه تكون من نصيب النادي الاهلي ويصل الاهلي ان شاء الله الى المباراه النهائيه مهما كان الطرف المتواجد. وزي ما بنقول يعني المؤشرات بتقول ان الاهلي والجيش في المباراه النهائيه، بنتمنى يكون التوفيق حليف النادي الاهلي خلال مباراه الغد وايضا ان شاء الله في خلال المباراه القادمه وهي المباراه النهائيه اللي بنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يتوج هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره بطولة للمرة الثانية طبعا على التوالي. زي ما بنقول يا كابتن هيثم بطولة رائعة تنظيميا وفنيا، وان شاء الله تكمل البطولة وتستكمل البطولة بهذا الأداء المميز تنظيميا وفنيا. عودة ليك يا كابتن هيثم السعيد وكل نجوم الاستضافة. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا.